11 صباحا صارت عندنا حالات إصابة، وجهون أعداد أشخاص متظاهرين مصابين بطعنات منطقة الظهر، منطقة الصدر، طعنات مميتة أغلبها يعني تكون من جهة الظهر. طبعا الطعنات مو بسبب مشاجرة أو ما شابه، الطعنات أنه المتظاهر يمشي ويتعرض للطعن. عالجناهم، تحدثنا مع المصابين، حاولنا نفهم منهم ما سبب الطعنات. دخلت مجموعة كبيرة، أعداد ما يقارب 700-800 شخص، يدعون أنهم تيار الحكمة أو المجلس الأعلى، بهتافات مدوية بشعارات. كل من حاول أنه يعترضهم أو يسألهم من أنتم، من تكونون، شنو سبب دخولكم، مباشرة يتعرض إلى الطعن. حالات الطعن اللي جتنا 6 شباب و3 بنات، طعنات مباشرة قاتلة. نعم قاتلة؟ يعني عذرا أقصد بالقاتلة أنه مو طعن مثلا التخويفي أو ما شابه، طعنات يعني محاولة قتل مميتة يعني. لكن الحمد لله والشكر انه عالجناهم بسرعه. مفرزه واحده جتكم هالقد، اكو مفارز اخرى؟ نعم مفارز اخرى، لكن احنا اقرب مفرزه حول الاصابات وصلتنا هذه الاعداد يعني، لكن باقي الاعداد وغير مفارز توجهت بها. يعني الاعداد اللي وصلتنا، الحصيله اللي وصلتنا 6 اشخاص يعني رجال و3 بنات. انا وحبايبنا اذا مات عزيز يقصن القصيبه، وهاي بنيه اجت قصت قصيبتنا على عموري. لا فأم عمور تقول لفيت ويشفنا قصيبة فلو لقد دفان شيبة، لفيت ويشفنا قصيبة فلو لقد دفان شيبة، بخدك يا بعدان الغريبة، وكبست النشامة يسير الموت، قلب قمر وفراقكم حوت، حسية جسم عليك مبهوت، من طاحن من زنود البتوت، التفقد ولد تحتاج صفنة، فراقك كبير ودمعي حفنة، جنتم ولد وش محلى عشنا، هسم قبر كل ساعة حضنة، كون القبر مفتاحك يلون، واخذ جقاير للي يشربون، يسوالفك شنهن بناتي، وكلش عزيزات على ذاتي، يقضن وتبقى بذكريات، من اطلع شنت تسحل عباتي. نصيبه هاي نصيبه بنيه من الناصريه اجت قصتها على عمود. طيب الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم أعلنت مصادر طبية وحقوقية عراقية اليوم الخميس تعرض نحو 17 متظاهر لعمليات طعن مختلفة بأدوات حادة في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد ومناطق قريبة منها على أيدي مجهولين كما أسمتهم المصادر الطبية، بعد ساعات من دخول المئات من أنصار وأعضاء ميليشيات مسلحة وأحزاب مقربة من إيران إلى الساحة ونصب خيمة هناك وترديد شعارات كانت ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ورفع صور زعامات دينية مختلفة، ويأتي ذلك في ظل مخاوف من امتداد ظاهرة التظاهرات المضادة التي أطلقتها الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران إلى النجف، التي تشهد توترا بين المتظاهرين وذوي قتلى التظاهرات في الأيام الماضية الذين قضوا بنيران قوات الأمن وحراس مرقد الحكيم. ارتفع عدد الشهداء في النجف إلى 26 شهيد بعد وفاة أحد الجرحى متأثرا بإصابته. طبعا احنا شفنا ببداية الحلقة أحد المسعفين تحدث عن 9 حالات مسعف في مفرزة طبية في ساحة التحرير، تحدث عن وصول فقط لهذه المفرزة 9 حالات من المصابين بطعنات من قبل مسلحين يحملون السكاكين، وقال بعد دخول أحزاب وسماهم تيار الحكمة والمجلس الأعلى، قال بدوا يطعنون بالمتظاهرين فقط لسألوهم أنتم منين ولأي جهة تابعين، فبدوا بضرب المتظاهرين بالسكاكين. كذلك مصدر طبي عراقي تحدث إلى صحيفة العرب الجديد وأكد بأن
17 شاب تعرضوا للطعن على أيدي ملثمين يحملون سكاكين، والإصابات كانت في الظهر والبطن والذراع والفخذ، وهذا ما أكد المسعف قبل قليل في المقطع الفيديوي. أغلبها وقعت في ساحل التحرير أو بالقرب منها، ولفت إلى أن جميع المصابين أسعفوا وهم بحالة مستقرة تماما، ولا يوجد أي منهم في حالة خطيرة. المسعف تحدث بأنه الضربات كانت يعني مميتة في مناطق الظهر وفي مناطق البطن. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ، أهلا وسهلا بك، حياك الله، يا أهلا بك. أول مرة الرحمة لكل الشهداء اللي سقطوا على أرض هاي الطاهرة بالعراق في من الجنوب إلى الوسط. آمين يا رب. أستاذ، هاي الشغلة هي بالنسبة للمظاهرات اللي دا يقتلون، هم ليس الجيش والشرطة، اللي دا يقتلون بالمتظاهرين هم جماعة فالح الفياض، لأن هو هددهم علني على شاشات التلفزيون. فالح الفياض وقيس الخزعلي وهادي العامري والحكيم. نعم. فاستقالة عبد المهدي لا تودي ولا تجيب بالنسبة للمتظاهرين. استقالة عبد المهدي هاي شغلة فبركة يريد يقشمرون بها ساحة التحرير والساحات الأخرى حتى يفرغون من هاي القضية، يبدون يقتلون بيهم. حتى المرجعيات الدينية احنا نشوفها كل جمعة هي نفس الحكي ده تصير. المرجعيات ما لها علاقة، لو ينقتل الشعب كله لها علاقة تمشي وضع إيران بالمنطقة وتخلي نفوذ إيران باقي بالمنطقة. وعلى المتظاهرين أن يعرفوا أنه هاي الشغلة إذا ما يطالبون برحيل كل الأحزاب اللي موجودة بالعراق ما راح يصير كل شيء، وراح يتغير كل شيء، بس مجرد هاي الضحايا راح تروح الشهداء من هؤلاء الوطنيين الشرفاء. نعم أبو أيسر، اليوم أكو حالات طعن بعد دخول متظاهرين تابعين إلى أحزاب وميليشيات مقربة من إيران كما أكدتها. نعم. أكده المتظاهرون وأكدتها مصادر صحفية وطبية. يعني أنت اليوم من تدخل إلى ساحة التظاهر وتدعي أنه أنت جاي تتظاهر وتعبر عن مطالبك، ليش تجي تطعن المتظاهرين بالسكاكين؟ أستاذ، هم ما عندهم لا خجل ولا مستحى ولا خوف. إذا هم ما على شاشات التلفزيون بيهددون المتظاهرين. يعني فعلها الفياض طلع على القناة العراقية قال هاي كل شيء هاي اللي بيسووها هذول يضحكون على أنفسهم، احنا قادرين أنه ننهيهم في كل لحظة. وتهديد علني هاي فعلها الفياض وقيس الخزعلي وغيره، هذا كله توجيه إيراني. نعم. يعني هذا الطعن موجود، هو كله بتوجيه من عندهم نفس هذول الأحزاب اللي موجودين على الساحة العراقية. نعم. فعلى كل المتظاهرين الوطنيين أن يراقبوا الوضع داخل الساحات. نعم. ويبقون مصممين أنه على الثورة، لا يقشمرهم لا فالح الفياض ولا شيوخ العشائر ولا كذا ولا كذا. نعم. اي انسحاب هسه من المتظاهرين كل هاي الشهداء راح تروح دمهم هدر يعني. ومع الاسف والله احنا نبكي دم هنا في تركيا، نبكي دم على هالشباب هاي اللي باعمار الزهور دا تروح. نعم. فلا يقشمروهم تطلع يوم الجمعه الخطبه مال المرجعيه كذا وكذا واحنا نطلب الهدوء. نعم. ونطلب كذا، هاي كلها فبركه. نعم. السيستاني هو من السيستاني، هو دي يعمل لأجل إيران وغيره وغيره وغيره. فالسيستاني لو يريد حق أنه حق الشعب العراقي بكل الحقوق اللي يريدها كان أنطى فتوى مثل ما أنطى فتوى على داعش، كان أنطى فتوى للجيش والشرطة أنه يتضامنون ويقفون من المتظاهرين ويطردون هاي الأحزاب. لو يريدون صدق يكتون فتوى لو أكون مرجعية حقيقية. وعلى المتظاهرين أن ينصتوا لهذه القضية أنه المرجعية تضحك عليهم. نعم. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. خلونا نقرأ رسالة واتساب، يقول تحية حب لقناة الثوار المجاهدة. يقول خرج اليوم ساحل التحرير بعض من ذوي إيران وبعض العشائر المنبطحة كما أسماهم رافعين شعارات ضد أمريكا ومتناسين
دور إيران في قمع الشعب وتجويعه وهجموا على الثوار بالسكاكين، لكن الثوار طردوهم وهزموهم شر هزيمة. تحياتي أخوكم أثار فرج ناير أبو علي من ذي قار الفهود، حياك الله. رسالة تحية لقناة الشعب الشجاعة، يتظاهرون ضد الجوكر لعدو والفاسدون ملائكة، بعد ساعتين رجعوا حقهم، ما متعلمين على التعب والضيم عن الذيول وعناصر ميليشيات الحشد أتحدث الذين نزلوا اليوم وتم طردهم من قبل الثوار. تحياتي أخوكم عارج داغر أبو محمد الناصرية قضاء الفهود. نعم، رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم، قناة الرافدين صوت الحق ومنبر الحب والسلام، إذا كان اختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر فهل هناك أشرف وأنزه من الشعب العراقي ككتلة أكبر؟ القرار للشعب وهو من يقرر ذلك لا غير. أبو أوس من تركيا. رسالة يقول: السلام عليكم، نور من هولندا، حاولوا دفننا ولم يعلموا بأننا بذور عاشت الثورة، عاش العراق. طبعا أنا أعتذر عن استقبال اتصالات هنا في الواتساب، فقط رسائل قصيرة. فاتن من ألمانيا تقول: أتشرف بقناة الرافدين. والأخ الكريم تقول: هذا قاسم سليماني ليش هو شنو على العلمود يقول أني ما أرجع لإيران إلا يخلوا رئيس الوزراء الجديد؟ ليش أنت شنو؟ ليش المتظاهرين وين راحوا؟ ودم الشهداء هيك يروح هدر؟ لا أنت ولا أكبر منك تلعبون بالشعب العراقي الشريف. أشكر قناة الرافدين العظيمة، شكرا لك يا أختي. نعم، رسالة أخرى: إخواني أرجو إرسال رسالة واحدة، يعني هناك أريد أفتح الرسالة بعدين هو يبعث رسالة ثانية تروح رسالته، فأرجو أن تكون رسالة واحدة، رسالة قصيرة حتى نستطيع قراءتها. نعم، معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. الله يحفظ كل الكادر، حياك الله يا اهلا. والله انا براس انت على الراس، الله يسلم راسك. اللهم احفظ العراق واهله، اللهم واحد كلمتهم، اللهم الف بين قلوبهم، امين. انا عندي كم رساله. ذول اللي يظاهرون ما ادري، يعني انا اقول ذول يعني ناس طيبين ما يعرفون، انت شايف صوره الثاني وغيره وغيره وغيره، وتتصورون احنا الشيعة وذولا سنة، واذا صارت بالبحرين شي نطلع، واذا صارت بالسعودية شي نطلع، واذا صارت باي مكان نطلع، ما نعتبره يعني شي داخلي. حتى كلمتين السبهان والسفير السعودية طلعنا وهددنا وريد من كتلة. اذا ايران لا عادي، اذا هم الرئاسات الاربعة يروحون للسفارة الايرانية عادي. احنا يتهموننا انه احنا مندسين والسفارات، وهم علنا الليل النهار يحجون يقولوا احنا ويا ايران، واذا العراق تحارب وياهم. انا اريد اشوف الاخوة اللي ذولا يدافعون عن السلسان، وانا ما عندنا عداء شخصي، رجال ما نعرف شنو السيرة الذاتية، ما يطلع يحجو يانا، لا ينقذنا ولا يقل لنا زين ولا شين، قاعد يودينا رسالة. هو يا عمي ترى التقليد لعبة سنة 1917، وأول رسالة عملية العروة الوثقى مع السام البريطاني كاظم اليزدي، فالتقليد ماكو، مو هذا اللي يقول لكم إذا ما تقلد السيستاني عملك باطل، أصلا ماكو. هاي فين؟ أنا أريد أقول لو صاير بغير بلد بالبحرين مو تعزلت وقلبوا الدنيا وطلعوا مظاهرة، إحنا مو مسلمين، احنا هم بينا شيعة وسنة وكذا، قال الشيعة لازم ما تظاهرون، شلون يعني انت كنوا المكيالين وكأنه ايران افضل من العراق، وجاي كوزري وسليماني هو اللي امره ينهى، والاعلام الايراني يقول اذا ما يصير رئيس وزراء للعراق الا ان يكون جندي قاسم سليماني، تقبلوها يا عراقي؟ يعني احنا تحصلنا يعني احنا دولة مو مستقلة. واذكر العراقيين اخوت الطيبين ما ينسون، تذكرون مين جروحاني من مطار بغداد راح لكاظم، ما راح للخضراء ولا راح الرئاسة الجمهورية، وكأنه سيته يطب. هاي مو زين انتو، يعني مو زين ولا لا يرفعون علام. ولا ننسى سنة 2011 جماعة المالكي هم جابوا تجاسين وضربونا وكتلة واختاروا وذبحوا وبالنهار، وقلت دولة يا إسلام دولة العجوم دولة مشكلتهم
مكلمين بالطاقة، وهنا نقول عراق واحد، نقول الموصل والبصرة والعمارة والناصرة والأنبار، أهل وعمام ذولا ما يريدون. وأحب أقول لولدنا شيلوا شيلوا صور الشهداء يربهم وارفع العلم العراقي وندبي بإيران، هذا يخبلهم اللي يخليهم يفقدون ذاتهم. ارفع شعر بإيران انت تنتصر، يخلقتهم توازنهم. وبعدين إعلان، اكتب إعلان بالإنجليزي حتى العالم يعرف مو بس بالعربي. وأنا أشكرك أستاذ عمر طلعت عليك. أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. طبعا بالمقابل ناشط عراقي في ساحل التحرير تحدث نقلا عن صحيفة العرب الجديد، قال بأن حوادث الطعن قامت بها مجموعة دخلت مع تظاهرات الأحزاب والميليشيات التي دخلت قبل ساعات في النهار إلى ساحل التحرير، وأضاف بأن الهدف واضح وهو ترهيب المتظاهرين بشكل يجعل قسما منهم يخاف وينسحب وإرغام الباقين على الاصطدام معهم، ثم توفير حجة للأمن للدخول وفض التظاهرات تحت غطاء السلم الأهلي والأمن. من جهته قال الناشط المدني ميثم علي بأن الجهات التي دخلت ساحل التحرير اليوم تابعة لكتائب حزب الله والنجباء وبدر وآخرين من حزب الدعوة والعصائب، وقد حاولت تخريب التظاهرات وحرفها عن مسارها من خلال رفع شعارات طائفية وأخرى سياسية لا علاقة لها بالتظاهرات، تستدعي الموضوع السعودي والإسرائيلي، وبعد تجنبهم صعدوا الاستفزاز بطعن المتظاهرين، وحمل قوات الأمن مسؤولية حماية المتظاهرين. طبعا أظهرت مقاطع فيديو وصور من داخل ساحل التحرير عددا من ضحايا عمليات الطعن، ومثل ما شفنا في بداية الحلقة كيف يتحدث المسعف عن في مفرزة واحدة فقط وصول 9 حالات، 6 شباب و3 بنات، واتهموا صراحة من سموهم جماعات الأحزاب والميليشيات بالوقوف وراء تلك الاعتداءات. معنا اتصال حسن من السعودية، تفضل. أهلا بيك، الله يحييك يا أخي. حياك الله يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك، تفضل. أبدا طال عمرك. أنا أولا أبارك لكم ثورتكم وأترحم على أمواتكم. آمين يا رب. وهم أموات الأمة، أموات العرب، أموات ما بس أموات العراق، لا والله حنا نحس بالحسرة والندم على هالشباب اللي كل يوم هم في الميادين يصيروا ضحية لعمل عبثي من الحكومة ومن إيران ومن قاسم سليماني اللي هو متواجد في بغداد لإدارة الدولة العراقية. فعلى كل حال احنا نقول شدوا حيلكم واستمروا، وان شاء الله الحق منصور، وبكم ان شاء الله تنتصر الأمة. فالعراق هو راس حربة الأمة دائما، وهو بوابتنا الشرقية، وعليه اعتمادنا في أمور كثيرة. فنتمنى لكم التوفيق. وبالنسبة لإيران والحكومة والميليشيات والمرجعية الدينية اللي والله ما أفتت يوم من الأيام، ننتظر أسبوع كامل على أساس إن نسمع منها كلمة الشعب معه حق، والشعب لازم تعاملونا بكذا وكذا، ويوجه الحكومة ويوجه الميليشيات هذه ويمنع الشعب من القتل، إلا أنه يعني معهم عليهم مثل عربي هذا. يعني مرة هنا ومرة هنا وما عارف. نعم. وأنا أعتقد أنه هذا السستاني هذا أنه يداهن إيران وسياسة إيران في العراق، فلا عاد يعتمد عليه في أنه يا خلاص يا أخي وصلت 25,000 قتيل وجريح في العراق وهو باقي يا يداهن هذا وهذا. ليش يجامل مع الناس على حساب العراق وشباب العراق؟ ليه؟ نعم. أنا أشكرك حسن من السعودية. حسن من السعودية كان معنا. أبو مريم من البصرة، تفضل أبو مريم. أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ يا أهلا بيك، حياك الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك.
نتمنى الخير ان شاء الله لشبابنا ونقولهم سيروا والله من ورائكم. فهذه الامور اللي جاي تطلع لنا يوم بالسكاكين ويوم كذا كذا، هم يردون انه يتواجهون وياهم بالسلاح حتى تصير عباده جماعيه. فحذاري حذاري، ما يهم نتحمل. نتحمل، انا انصحهم الصبر. والا هي اوراقهم سقطت، انتهت. انتهت، ما بقى بيهم الا الهزيمه، لا قاسم سليماني ولا غيره، قاسم سليماني مو وصي علينا. نعم. وهذه الاوجاع هي اوجاع قديمه. اوجاع قديمه ترجعوها من زمن اجدادنا والمنصوص له كلامي. فالفرس تاريخهم الاسود مبين. ومع الاسف مع الاسف لولا العماله ما لهم رجل بالعراق. بس هو الخونه والعملاء على مرور الايام وتفضحهم الايام ان شاء الله والنصر حديثنا بعون الله سبحانه وتعالى في ليله وضحاها. بارك الله فيك. وبيك أن أشكرك أبو مريم من البصرة. كان معنا أحمد من بلجيكا. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. نعم. هذول الشباب الأغلبية هم يطلعون بالمظاهرات هسه، يعني لما سقط صدام اللي كان عمره 5 سنوات هسه عمره ما أعرف قد 20 25. نعم. 18. هذول ما شافوا الظلم اللي وقع على الشيعة بزمن الحكم مال صدام واللي كان يحكمون أهل السنة، يعني علينا إحنا الشيعة. ما شافوا هذا الظلم. هذول اللي يحكمون هسه لا شك فيها بانه حراميه وسراقين وشك وصفهم كلها صحيحه، ولكن احنا الاغلبيه الشيعيه اللي بالعراق يجب احنا نحكم العراق. لان هاي نعم ايه. تمام ايه، لانه احنا الاغلبيه، احنا الاغلبيه. هذول اذا كانوا فشقة فجرة فاسدين ينزالون ويجون شيعة يحكمون، يحكم لان هذا بلد امير المؤمنين، هذا بلدنا احنا، بلد الشيعة، احنا العشائر الاصيله. نعم. هذا بلد العراقيين. تمام احمد. والانتخابات اذا انت رضيت بالاغلبيه اللي هي حاكمتنا مثل ما انت سميت هاي التسميه، يعني ما راح اسميها الاحزاب الشيعيه اللي حكمت العراق من العام 2003 ولغايه الان، ايش قدمت المحافظات الجنوب اللي اليوم ثاير عليها المحافظات الجنوبيه؟ مو أنا ما خطأ وياك، هذول سراقين حرامية فشقة فجرة. نعم. وأنا أرد أقول لك على شغلة واحدة، يعني إحنا لازم نتكلم بصراحة، لأن ماكو شيء، يعني هسه ماكو شيء بقى، ماكو شيء بقى يعني مستور، كله مثل ما يقول إحنا ولد القرية كل من يعرف خير. يعني أنتوا أهل السنة تقولون الشيعة أولاد متعة. لا 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 لا، هذا شوف شوف، لا تعرف البرنامج، أنا أعتذر من ما كمل وياك. ما أكمل وياك لأن أنت أول ما دخلت خطابك طائفي، بس تحاول تكون دبلوماسي أنه النظام السابق كان طائفي، وهذا باعتراف السياسيين بعد العام 2003، مو دفاعا عن النظام السابق. النظام السابق راح، ما كان طائفي. لو كان طائفي مثل ما تدعي، لو كان طائفي ما شفنا ولا وزير ولا مسؤول من باقي الطوائف. كان أكو مسؤولين أكراد، وكان أكو مسؤولين شيعة، وأكو مسؤولين سنة. بغض النظر، إحنا لا نظل نعلق فشلنا وفسادنا وفشل الطبقة السياسية بعد العام 2003 على النظام السابق. أنا عندي 16 واليوم داخل 17، بعد كم يوم راح أدخل 17 سنة. لو أنا مستلم بلد صحراء ما بي أي شيء، هم كان بنيته وسويته أحسن بلد على الثروات اللي موجودة به. أما أنه أنت تجي تقول والله الأغلبية وما أغلبية، ما بها شيء. والله اليوم الأغلبية حكمت ما شاء الله، سوت ما بنت لها مستشفى لأمراض السرطان اللي يعاني منها أهلنا بالبصرة وغير البصرة. يعني اليوم حتى إذا نتحدث بلغتك وعقليتك، ها، أنه لازم يكون الحكم لطائفة معينة، زين أنا إيش سويت الطائفتي والمذهبي غير أقدم له على الأقل؟ يعني اليوم البصرة الغنية اللي هي بها أكثر من نصف نفط العراق، اليوم غير مثلا المفروض البصرة تشرب مي حلو، غير بها مستشفيات، غير بها شوارع مبلطة، ولا إحنا هيش بس نسولف ونحكي؟ والله ما خلوا قيمة للبلد. أنت تقول هذا بلد سيدنا علي عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام،
ما خلوا اعتبار لا للمذهب ولا لقدسية هذا البلد ولا قدسية لهذه الدماء، هاي الشباب اللي راحت ما خلوا أي قدسية. اللي يريد يحكم كل هاي الفترة وما يقدم شيء هذا فشل، خليه يطلع خلاص، انتهى دوره، اعترف، هو ده يعترف بلسانه أنا فشلت، إذن أطلع أخي أطلع. أما أي واحد يجي يستلم عراقي بغض النظر عن انتمائه يقدم للشعب والشعب يختار، أهلا وسهلا وعلى العين وعلى الرأس، بغض النظر عن أي انتماء من أي مذهب من أي مكون، أهلا وسهلا، بما أنه هو عراقي حيا الله. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك دكتور عمر. أتمنى في يوم من الأيام تطلعونا حتى الآن تجري بالإنترنت شكو مقاطع، قسما بالله لو ترجع له. الآن بدأ الصراع الحقيقي ما بين المراجع الشيعية العربية ما بين المراجع الشيعية الفارسية. روح شوف ما يطلع من كلام، روح الحقائق دي تنكشف. فإحنا إذا نطلع على نوري وعلى حيدوري وعلى عدوني ما أدري منو، هاي ما في، احنا نطلعها ونكتب حقيقة. لحد الآن المتظاهرين بيحولون من جمعة إلى جمعة على هذا المرجع الفارسي اسم ثاني. جيل أنت هذا المرجع فارسي، طلع واحد يضحك المسوي ده يا أبو العظيم ما يعرف يتكلم عربي، مو عيب، ويدعي إنه من أهل البيت. شو رأى يدعي من أهل البيت محمد وما عرف يحكي عربي؟ لا يتكلم أبو عمر لمعلوماتك، نعم لا يتكلم اللغة العربية، احنا ما نريد نخوض بهذا المسألة، يتكلم اللغة العربية. من يتكلم؟ السيستاني؟ لا طلع حسن الموسوي مرجع شيعي عراقي قال يا أبو والله العظيم ما زلنا قائلنا في التسعينات ما يعرف يتكلم عربي، مو عيب. ما يتحمل هو المسؤولية. نعم. يعني بيت عرب. نعم. ألو. وياك. أستاذ روح ارجع على عبد الحليم الخزي. كيلو هذا اللي الباحث شيعي عراقي. يقول بالحرف الواحد كل الذين تعينوا رئاسة الوزراء من إبراهيم الجعفري إلى عادل الدوية هذول كلهم بأمر من السيستاني. موافقة السلطاني وخامنئي. أما من يقول لك أكو صراع بين المرجعية الفارسية في طهران والمرجعية الفارسية في النجف هذا كذاب. جيب فليعرف هذا لو عنده صراع ويا بالقرآن كان دخلوا علي ماكو كونغو هو بالفرنس مشهور لهم الفرس الغدر والخيانة. جيب لحد هذا فأنت ما زال اعتمادكم على هذا المراجع الفارسية قسما بالله ما تنتصرون وما تشوفون خير ولا تحصلون على اي شيء واحد تجمع عليه. نعم. ابو عمر من السليمانيه كان معنا. ادم من المانيا، تفضل ادم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي انا عندي يعني عده افكار. المفروض احنا من نتصل والناس تسمعنا على قناتكم الكريمه المفروض ننصح بها الإخوان المتظاهرين. الوقت دي يطول، أكو ناس بتتعزى البرد، يعني لازم التنسيقيات بين المحافظات ساحات التظاهر تحاول تبرز فد شخصية، لأن ذول الأحزاب يحاولون يسرقون هذا الموضوع بأي طريقة. يعني اليوم كانت أكو سكاكين ضربوا الناس خطية، دزوا ناس على أساس متظاهرين للأحزاب ذولا من مأجورين، دخلوا بطريقة غريبة يمكن شفتوهم حضراتكم بالسوشيال ميديا. يعني هاي الاستنزاف للثورة هذا مرور الوقت هذا مو صالحنا. يعني احنا لازم التنسيقيات لازم واحد يكرر عليهم باستمرار، اخوان اصطفوا رتبوا الأمور خلنا نبرز شخص المرحلة انتقالية الحد ما صح فكرتي ولا انا غلطان؟ يعني احنا نظل فلان هيجي هادي هيجي ما اعرف منه فلان كذا سين، احنا ما يهمنا التسقيط والغلط، واحنا نريد هسه مشروع فرصه بيدنا ذهبيه، لا نخلي ذولا يغررون علينا هاي الفرصه وتروح علينا. اخي حرام.
يعني الناس تبهدلت، الناس تأذت، واش وهذا راحوا غير نفكر بجدية بعد كافي. يعني هذا التأخير هذا بصالحهم هم ومو بصالحنا احنا دعاة التغيير. نعم حبيت اوصل هاي الفكرة لحضرتك وبعد ما اعرف رأي العالم. صوتك مسموع ان شاء الله موفقين. نعم ان شاء الله. شكرا آدم من ألمانيا كان معنا. ميثم من لندن، تفضل ميثم. الله يسعدك يا حرمان، اهلا وسهلا بك. شلون صحة؟ يا اهلا بك. طبعا قبل كل شيء ابي بداية هاي انه ارسل تعازي الى جميع اهالي اللي ماتوا في المظاهرات الظافرة، والله اهاليهم ان شاء الله على روسيا العظيم. يعني أنا طبعا تابع قناتكم وعلى اتصال دائما أنا وياكم، عم أجيكم بعض الصور عم أتواصل لكم. نعم. المهم اللي تصل الشخص اللي قبل مكالمتي اللي على مخطط اللي هو وإذا يقول أنا شيء أنا شيء طبعا وأني عيب أحكي الحكاية يعني ما ما نفس نفسن أنا وأنا أكون إسلام. نعم. النبي محمد من إجا ما قال تعدد السني وتعدد الشيعي فنحن إسلام صح يوم وأني غلطان. نعم. فمن جانب النبي صلى الله عليه وسلم تابع علي بن أبي طالب وخليفة عمر وعثمان وكل من الصحابة جاءوا ويا النبي ناصر والنبي في نشر الإسلام. زين عندنا معاني من أموت سني وتفريشي وكابيرات على أي أساس هذا؟ زين هسه هو دا يموت بالساحة هاي مال التحرير ومن محافظات موقف بيهم سنة حنبلية وشافعية وكلداني ومسيحي يعني غلطان. نعم عراقيين بالفعل. نعم بالفعل. نعم دا يموت هو من جميع الديانات. احنا عراقيين يا اخي، احنا عراقيين بالدرجة الأولى، مسلمين بالدرجة الأولى، ومسيحيين ونصرانيين وكلدانيين وعراقيين. نعم. الديموت هذا شنو ذنبه هذا الديموت؟ هذا الديموت شنو ذنبه؟ يعني شاف هو سني هذا من كرهه؟ هو شاف شيعة من كرهه؟ نعم. شنو تنفيقه؟ هاي تنفيقه؟ هذا اللي خبرك من برا هذا مكسوس. شنو عرفتم أشياء عرفتم سني شنو هاي؟ شنو احنا وصلنا؟ شوف احنا وصلنا والخلاف الدياني المذاهب مو الدياني، الخلاف مذهب مذهب الشيعي مذهب السني. شوف وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ نعم. الشيعي والسني كذا بالسعبة بالتحرير وبالمحافظات، يعني شنو هذا شنو هذا نبأ؟ نعم. من صحمهم دارشتنا وعدي يصف لحاجي ما دي قادة ولا عايش احنا ودي يقرأي وكما عن الرفقية دي يقرأي وكما عن الرفقية اللي يجب ان ندافع عن الوطن مو ندافع عن سنة الشيخي ومن راح يحكم البلد. نعم العراقي العراقي ما بتكون جنسية ما بتكون ديانتة. نعم ما بتكون ديانتة. أنا جدا أشكرك أخ عمر واللي تفضل هذا المجال. أنا أشكرك. سلامي إلى جميع الشهداء إلى جميع أهالي الشهداء. نعم. والجرحى وإن شاء الله الله يشفيهم بأسرع وقت ممكن. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. أنا أشكرك أخي ميثم من لندن. هو هذا المطلوب إحنا بعد كل هذه السنوات، يعني إلى متى؟ إحنا عندنا بلد، بلد جريح، بلد نهب، بلد سرق. خلينا نعوف كل هذه الأمور، خلينا نتخلص من هذه الطائفية. والله عيب، يعني احنا دا نشوف أطفال دا يعطونا دروس، إنه دا يعطونا دروس بالوطنية، دا يعطونا دروس بحب العراق، وإحنا والله قاعدين متشلبين. وكلام أخ ميثم يعني صراحة لا غبار عليه، يعني جاب الجواب الشافي والكافي. عمار من بابل، تفضل عمار. عمار أروس السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيى قناة الرافدين البطلة الشريفة. حياك الله يا أهل بيك. الصبا الله محييكم الله محييكم. إن شاء الله إن شاء الله الثورة من تصرة، إن شاء الله الثورة من تصرة بحق محمد وآل محمد. آمين. وإن شاء الله يجيبون شغل بحق، وإن شاء الله لو إيش مهما يكون الأحزاب إيش ما ينزلون إيش ما يطعنون إن شاء الله مستمرين
مستمرين وان شاء الله النصر قريب ان شاء الله. ان شاء الله. وهاي زهراء عندها مشاركه ايضا. اي خليها بنتك الله يخليها. زهراء الفلاح زهراء المشاركه. الو الو تفضلي زهراء. اخوي قناتي راشدين. الله محييك. عندي مشاركة. تفضلي عيني. موطني موطني هل ترى هل ترى المقاتلين هم مع المواطنين في اشتباك في اشتباك الصراخ والعويل والرصاص والمسيل في هواك في هواك الشباب الشباب استمع إلى الشباب لا يريد انقلاب بل حياة بل حياة الشباب يطمعون بعدها يضربون بالمياه بالمياه كلنا كلنا أهلنا وجندنا هم بلادنا لا نريد لا نريد موطنا يخرب وضابطا يصوب لا نريد لا نريد موطني موطني. زهراء قد عمرك حبيبتي ما شاء الله عليك بيصف ما شاء الله تبيصف السر ها أول متوسط ما شاء الله عليك الله يحفظك يا رب الله يحفظك وإن شاء الله يا رب المستقبل الزاهر لكم إن شاء الله تشوفون كل أيام أيام حلوة إن شاء الله يا رب الله يسلمك إن شاء الله قريب وما يضل واحد من عندهم دول الأحزاب لا يضل لا قاسم سليماني وعلى آخر والعراق يضل للعراقيين فقط لا نعم إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا أشكرك أخي عمار الله يبارك فيك الله يحفظكم عمر الله يسلمك عيني بارك الله بك أشكرك. معنا اتصال محمد من الإمارات تفضل محمد. محمد تسمعني؟ نعم تفضل أخي تفضل محمد اسمعني من التلفون مباشرة نصي للتلفزيون الله يخليك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا بك. الله يعينكم على هذه المشكلة. الله يسلمك ويحفظ الشيخ مثنى ويحفظكم ويحفظ قناتكم الشريفة. الله يسلمك الله يخليك. والله يا أحزاب أحزاب إيرانية. نعم نعم أخي محمد. وكانت كان الإيراني يحلم يحط موطأ قدم بالعراق صار هسه العراقي الإيراني ويفضل الإيراني على العراقي. نعم. وتتذكرون هاي الشريفة العراقية من النجف اللي ضربها ضابط بحدود حدود إيران. نفس البرنامج صار الطالب اللي كان يدرس بلد والله يرحم صدام جابه يعتذر من أهله بالحلة. نعم. سحب صدام الطلبة كلهم وخلى رئيس وزراهم يجي يعتذر من صدام ويعتذر من أهله بالحلة يروح لأهله بالحلة يعتذر معهم. شوف وين الكرامة وين السيادة وين الحدود والصار شو هذا سليماني الجابة وش وصلنا. هذه العامري إلى صور عندكم وطلعوها على البرنامج عميل الإيران استعرضوا بالبرلمان وإلى آخره إلى المالكي وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره. إحنا العراقيين تاج رأس العرب كله عند حراس البوابة الشرقية. نعم. وهاي اللي يسووها بالشعب هذا الشعب المتظاهر الشعب كله سنة وشيعة ما نعرف عن سنة وشيعة. ما نعرف شنو بالعراق ما نعرف هاي سنة وهذا شيعي وهذا هيجي وهذا من فلان وهذا من فلان. والله يرحم طارق عزيز من سووا له ندوة بلندن قالوا له عندكم معارضة قالت ما عندنا معارضة عندنا شلة حرامية وثبت للعالم هاي الشلة الحرامية. نعم
أنا أشكرك أخي محمد من الإمارات كان معنا. خلونا نقرأ رسالة واتساب. لهفة من ألمانيا تقول السلام عليكم، تحية لك ولكل العاملين بقناتكم الصادقة والرحمة لشهدائنا الأبرار. يا أبناء وطن الشرفاء احذروا من المدسوسين المجرمين، حماكم الله وحفظكم والسلام عليكم. وعليكم السلام. أبو حاتم من الموصل يقول تحية لك أخي عمر ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين. يقول التظاهرة والثورة وليدة وضع العراق، ومن رحم الشعب العراقي والذي دمر العراق هم المرجعيات الدينية وشيوخ العشائر والمنظمات الدولية وعلى الثوار. الثورة تحسم أمرها بتشكيل الحكومة من كادر ساحة التحرير والحفاظ عليها والنصر حليف الثوار. والسلام عليكم. وعليكم السلام. رسالة من أحمد من الأردن يقول الرحمة لشهداء العراق والأمة والشفاء العاجل للجرحى الأبطال. رسالة من أبو عمر من أمريكا يقول السلام عليكم، حياكم الله الرافدين، ربي يديمها، إن نفتخر بكم. شكرا لك أخي العزيز. رسالة يقول السلام عليكم، كل الأعمال والقتل والتخريب والمندسين هم من الميليشيات والأحزاب المعروفة المدعومة حكوميا، وأتمنى من الأخوة المتظاهرين الأبطال طرد القنوات الفضائية المعروفة والتابعة للحكومة لأنهم يعطون معلومات كاملة على ما يجري في ساحة التظاهر. تحياتي لكم أخوكم أبو عمار. رسالة السلام عليكم، أنا علي من الناصرية، أحب أوجه تحية إكرام إلى قناتكم الكريمة. طبعا إحنا نشد على إيد المتظاهرين الثوار، يا رب النصر للعراق. حياك الله وحيا الله أهل الناصرية. أعتذر عن قراءة الرسالة الطويلة صراحة، يعني هناك رسائل طويلة يصل إلى صفحة. رسالة من عبد الخالق الناصر يقول أشكر قناتكم الرائعة. يقول ميليشيات الأحزاب مع الأسف والله هيش ناس تحكم أنه مجرمين. مجرد نصيحة للأخوة العراقيين، لا تستعمل العنف، فهذه طريقة لتبرير جرائمهم السلمية، هي سلاحكم، لا تسخر من الجندي والشرطي وأنت تجري خلف ظنا منك أنه جبان هارب بمقدورة أن يقتلك، يعني حياتك وحياته. نعم. رسالة يقول هذا السلام عليكم، هذا القتل والطعن كله من عمار الحكيم وهذا العامري كما يقول وقيس الخزعلي. يقول هؤلاء دواعش بهيئة معممين، كلهم تابعين لإيران، ذم برقبتهم دم الشهداء اللي جاي تروح. الله لا ينطيك عمار، كله بسببك اللي دا يصير بالنجف وغيرها. أخذكم حنين من النجف، ربي يحفظكم ويحفظ أهل النجف. رسالة يقول تحية طيبة لقناة الرافدين التي تنطق بالحق من سنين، النصر قادم بإذن الله ولا يحق إلا الحق. الشيء الجيد بالأمر أن الجانب صار على وعي من ولاء هذه الحكومة وأحزابها. نعم. مرحبا أخي عمر، إيمان من النجف. البارحة مو قلت لكم أكو مخطط دا يشتغلون عليه هو إرجاع المفسوخة عقودهم من العصائب وغيرهم، وهاي اليوم دفعوهم بالتظاهرات يمجدون لهم والتبعية يطعنون المتظاهرين، وإن شاء الله فاشلة كل محاولاتهم. النصر قادم بإذن الله. تحياتي لكم. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك أخي عمر. حياك الله يا نبي. أهلا وسهلا. كان لفت نظري بالطفلة قبل شوية، شوف لها عندها براءة الطفلة، يعني شوف شلون. نعم. أما الحكومة العراقية طال عمرك، الحكومة العراقية الشعب قاعد يصيح يقول تسقط الحكومة بالكامل، يسقط رئيس مجلس الوزراء. نعم. وين دور الحكومة؟ وين دور كلمة الشعب؟ الشعب ما يبيكم يا أخي، الشعب ما يبيكم، يبي حكومة شلع غلع على ما قال السيد. السيد ما ينتظر السيد صدر، شلع. نعم. غلع وانتهى الموضوع. شوف الطفلة قاعد بريا، يعني شنو تتكلم. يعطيك العافية ومشكور. الله يعافيك، أشكرك أبو راشد من عمان. أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. حيا الله قناة الرافدين وحيا الله عامليها. حياك الله، يا أهلا بك. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، صدق الله العظيم. نعم. أبو عمر، بالنسبة اليوم الجوي هاي المجموعة من قبل أحزاب السلطة واللي سووا استعراضهم في ساحة التحرير، هذا دلالة على أنه ضعف الحكومة وانهيارها. سبق أن هاي الحكومة سوت في زمن نور المالكي عدة من العشائر طويريج وعناصر من الاستخبارات، وضربت المظاهرين بدأت الوقت.
فهاي مو جديدة عن الشعب العراقي تقوم هاي ميليشيات على دورها على شعبها. عفوا. فقبل فترة راحوا بعض الشيوخ اللي موجودين عندنا عفوا إلى عادل عبد المهدي وشفتوا سووا لهم وكل واحد رشوله 15 مليون كافوهم. فإحنا هاي الأمور اللي تصير بالبلد والله العظيم ما نتراجع أبد نهائيا نهائيا وما نخاف من هذول الناس اللي جوي لو يجون أعداد أكثر من هذه الأعداد اللي موجودة وما نتراجع لحين إسقاط هاي الحكومة وإسقاط الأحزاب السياسية. فمهما يكون قوتهم والله العظيم أعدادهم قليلة أمام الشعب العراقي وإن شاء الله منصورين بعون الله. نعم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر من بغداد كان معنا رسالة من أبو عبد الله يقول فيها حياكم الله كل هذا الذي يصير في ساحة التحرير هو من عمل عصابات الأحزاب الحاكمة لأن أي تغيير راح يصير راح يلقون نفسهم خارج العملية السياسية وخلف القضبان. طبعا هناك من يرسل رسائل طويلة ومصرين المشاهدين رسائلهم الطويلة وأكو من يرسل مقاطع فيديو صور ما نقدر نعرضها بالبرنامج. إحنا نريد رأيك صراحة بسطر بسطرين طينا رأيك بمجمل الأحداث بالتظاهرات بثورة تشرين حتى نقدر نقراها. رسالة يقول السلام عليكم ورفعت رؤوس العرب كلهم يا سباع الله ينصركم قلوبنا معكم وأرواحنا فداكم عاش العراق أختكم شروق من الأحواز. شكرا لك أختي شروق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.